هل يجوز الكذب على من يسأل عن أصل ثمن البضاعة؟ هو يسأل عن ثمن أصل البضاعة ليه؟ الله إيه؟ نعم، هو رجل يعني في السوق، بقول له مثلا الطماطم بقد كذا، يقول طب انت شاريها بكم؟ لا ده تاجر مع تاجر، مش تاجر مع مشتري. يعني انا هربحها في كده لما اكون تاجر مع تاجر، لكن اي واحد يروح يشتري اي حاجه ويقول انت اصلا جايبها بكم ومرجع اجيبها بكم، فهو يوري عنه ولا يخبره، لان هو يعني ليس من الشرط انه يعرف اصل البضاعة بكم، هذا ليس شرطا، لكن ده عند التجاره. يعني التاجر له ان يسال التاجر انت جايبها بكم عشان يعرف اصلها ويعرف هو كسبان قد ايه ويعرف يربحه منها قد ايه ويربح هو منها قد ايه. والله تعالى اعلى واعلم. احنا قلنا ان الكذب هذا ليس بمعصية، الكذب اذا كان لحصول مصلحة شرعية متعينة ليس هذا بكذب. هل ما سبق ذكر من الكذب يرتبط بالنص ام هو مسألة اجتهادية؟ يعني في ثناء الكلام قلت ان اصل مسألة الكلام في القلب، وان تقدير متى يجوز الكذب او لا يجوز هذه المسألة متروكة الى هداية الله تعالى لك. وقلت قال الله فاتقوا الله ما استطعتم.